مرحبا بكم أحبائي الصغار. سنقوم اليوم بالتعرف على كيفية كتابة حرف الزاي وحرف السين. نبدأ بحرف الزاي. نرسم خطا مائلا ثم خط شبه دائري ونضع النقطة. خط مائل ثم خط شبه دائري ونضع النقطة. حرف الزاي. الآن حرف السين. نرسم السن الأول ثم السن الثاني ثم السن الثالث ونصف دائرة. السن الأول، السن الثاني، السن الثالث ونصف دائرة. شكرا لكم.